دلقنا باهن من على الخبارة شافت دلقنا باهن تفرقع دومه جبل سلمان وقع ماهن ديع دي صدر الفرة يسحق ماهن قرش محجبته والجبات جميع قصاهن الله ستات اللي عندنا ضعر صلاهن كبر وطشر الضال المواعيد جاهن. ارتباط الإنسان بالطبيعة ارتباط كبير جدا جدا، وكثير من الناس اللي تغنوا في الطبيعة ويتغنوا في الجمال وما إلى ذلك، يعني الشعراء يتميزوا تميز كبير بالغنى وكتابة الشعر في الجمال، وفي ناس يعني أجادوا في هذا المجال بشكل كبير جدا جدا، لكن واحد من الشعراء المميزين اللي نحن في طريقه الآن كان ارتباطه غير، نتابع من خلال هذه المساحات. لا يعني ما بتفهموا الحبتوبهن والبن في البايم ما كتير قالوبهن عزة تربة الميت عليه حرقوبهن مراكب بر قبال للمدينة مشوبهن بالليل دائرات السريع فوق لوحهن والبلدين شايلات الشرور في جبوهن والبلدين عقبتوهن تركت سروحهن ألفيتو نتجوا لدي والمشروحهن إذا زندرهن طب المنار يا صبوحهن بجمع غايس البقى البعيد ملحوحهن بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. سعيدين نتواصل معكم عبر هذه المشاوير التي تأتيكم من ولاية شمال كردفان استنطاقا للحراك الإبداعي والثقافي والتراثي الذي تسخر به هذه الولاية. أسعد كثيرا أن تأتيكم هذه المساحات الأبداعية من واحدة من المناطق الإبداعية حقا، وهي شهدت العديد من المساحات الخاصة بالإبداع من خلال تميز مواطني هذه المنطقة، منطقة العرجان. عندما تذكر العرجان يذكر العديد من الشعراء والمغنيين والفنانين الكبار في مجالات بدوية خالصة، من هؤلاء عمنا الشاعر قسم الله ود جبر الدار. عمنا قسم الله حبابك كل سنة وانت طيب، وسعيدين بوجودنا الليلة في دارك حبابك. مرحبا، ارفع راسك شوية. مرحب بكم، كيفك ان شاء الله؟ طيب يا رب لك الحمد والشكر. قلنا نحن سعيدين ناس التلفزيون ما شاء الله وجيناك في دارك، دار انك تكرمنا بالكلام الجميل اللي كنت بتقوله زمان والكلام الجميل اللي انت حافظه ونحكسه للناس المشاهدين كله ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بدايه كل سنه انت طيب في العيد السعيد ده. نعم. عم قسم الله. نعم. انت مولود وين؟ مولود في العرجان ده. نعم. بتتذكر الكلام ده؟ والله التاريخ بالضبط ما 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 متذكرين بالضبط. أها. لكن 54 انا راعي عمري بين 13 و 14 سنه. يا سلام. نعم. ال 54 ايوه انت يعني بتميز. طب ايوه سارح بالإبل نسرح طوالي. يا سلام. والمعزه وكده وبنترسل واي حاجه. نعم. المشاهدين عارفينك، الناس اللي سمعوا لك تسجيلات قبل كده عارفين انك انت مرتبط ارتباط كبير بإبل بس. نعم. وان شاء الله نحن في باقي الحلقه ده او في حلقتنا دي ان شاء الله بنكلمهم كلام إبل. نعم. لكن الفتره بتاعه السرحه دي تذكر منها شنو؟ والله عم نتذكر منها اي حاجه. اها. الشروح دي كلها عم نتذكرها. طيب ال 54 دي؟ لا 54 انا صغير. ما انت صغير هاي فيها. صغير سارح بين المعزه والجمال جمال القيد. ما لحقت درجه البل الكبار. صحيح. جا فيها شنو 54 دي؟ نعم. جا فيها شنو؟ سميتوها سنه شنو؟ سنه الظلام؟ ايوه بنقول لها سنه الظلمه. اهالي شنو؟ اي بس على حسب الظلمه ما جاتنا بنقول لها سنه الظلمه. خلاص دي بنذكر بها، لكن اما الناس اللي بيقروا وبيكتبوا بعرفوها سنه كم من كم، لكن اما نحن ناس البدويين بنقولوا سنه الظلمه سنه الظلمه اخر وبحاسبوها قالوا 3
1954. ترى يلا اسئل المشاهد الكريم ده او المشاهدين اللي بيشاهدونا، نعم، ما عارفين سنه الظلم معنا شنو، انتوا قاصدين بها شنو؟ والله يعني احنا قاصدين بها وقت الزمن داك صغار خالص. اها ايوه، اللي هو جل الخسوف. اي كان مدته زي ربع ساعه وزيد. اي ربع ساعه وزايد. اها انتوا قلتوا خفتوا وجيتوا جاري منه؟ خوفنا والله، نحن كنا فوق الخلا. اها ولما نشوفنا الظلام خوفنا، جينا خشينا بطن البيوت وخشينا جوا العناقريب، جوا تحت العناقريب طوال. يا سلام. وبعد ما الوطا كشفت الحمد لله طلعنا ومشينا لبهايمنا وسرحنا والوطا كشفت خلاص الحمد لله. يا سلام. علي كده بقول الخفوس دي 54 اما اتذكرها كده. ايوه سنه 54. ايوه نعم. قبل الاستغلال بسنتين. ايوه. طيب. نعم. عمنا قسم الله والله نحن سعيدين بك. نعم. كثير. نعم. وكويس انه لقيناك. نعم. عشان نسمع منك الكثير من الابداعات والكلام ده. نعم. الإلبل. نعم. ارتبط بين ارتباط كبير كده. نعم. سر المحبه بينك وبيني شنو؟ والله ركوب. اها. وشراب لبن. بس. وشوف نظرة عين. وشوف نظرة عين. ايوه. يعني في ارتباط كبير بينك وبيني. نعم. كده تذكر لنا مني حاجه كده تقول فين؟ أقول بسم الله ابتديت بإذن الكريم رب الإله الخالق. أيوة. جعل القمر أن يضوي الأرض والليل بارد لكافة البشر مخلوق حيوان وسمى عقارب ولعبد مهاجر فوق سبيل الله وطالب ومارد. اركز قوي يا الكوعك مجوجح وشارد القلب فر يترطي التويب البارد وليك ليالي شديدة معاك بالمنتار وساسك قلق الصافي البلاع بار على الفرقة مع تامير الجروف هطوال جيتها مخوي باشك وشقل معك. يا سلام. وكم لله شديته وطلعت مغرب تقولني سام مسكدر بالجنين مهرب. يا سلام. ركوبك راح لقلوب الزهاجة بطرب تقول صول في الطوابير بالحزام متكرب. أها. مديت له علوق فوق الصيني كازة وعاف وضيع فيه بس بغبيني على بلد الحديق دوق البريدة قريني أنسى فروضي أكره ظلي ما يباريني. يا سلام. هي ممكن ناسا هي شدوا القشاط عيال ترى ممكن ناسا داير الجدد الأقوال تام باسمه يبنادوها يا مغربال والحكامة قالت هزت التجار واحد انطارد المحال عديل نهار قالهم هي ترى تلومتوا قالوا شنا نسووا مضيقنا وعصرنا الحار واحد شد فك السانة الرقال بي في الوادي دي مضبوح دم اكسال قول لك كم بلاس وكم من جالس المحتال وكم من نط الرفيق في الحر ما صبار نكري قهوتي ما سمعني قولة خال تذكر أول جمل سعيته خاص بك أنت عمنا جبر الله بدري مما بقيت يعني شاب واسترجلت ركبت الجمل طبعا نحن بلدنا دي يعني مواصلتها كلها بس جماع صحيح ايوه صحيح. اي زول الحمد لله ربنا وفقك استطعت تركب جمل اي جمل دي عندنا عجيب زي العربية دي صحيح اي محبة خاصة بينك وبين الجمال اي سميته شنو الجمل اه سميته المكيمك المكيمك يا سلام المكيمك ليش شنو سميته عشان المكيمك دي اها يعني قوي يا سلام ايوه يعني احنا عندنا المكمك دي يعني فوق الحش في حشاشه مشرعه اها وفي حشاشه شقاقه بردويه والمكمك دي السيسه دي والبكان القوي واي حاجه يشقق الوطاطي طوالي ولا يهمه على حس قوته سميت المكيمك يا سلام نعم يعني من الاسم جاته جاي من الطبيعه قلت فيه كلام المكيمك ده اي عمنا قسم الله جبر الدار وهو من الشعراء المميزين والمغنيين المميزين في السابق ولسه يعني ما زال ربنا يديك الصحه والعافيه الرحله حقت السعوديه دي خلي المشاهد يتعرف عليها والله الفتره دي كانت 83 اي نعم اها مشيت شقال في ابل وغنم ايوه كم سنه كانت والله كانت الفتره 6 سنة 3 شهور عديتهم مع الكفيل وثلاثة سنة مع الكفيل وثلاثة سنة لوحاتي حمر لوحاتك حمر نعم
دي نخليها كده لو حدك عمر دي الناس بيفهموها براون. هاي ده كلام طيب، ونحن والله سعيدين بالونس الجميله والكلام الطيب. نعم. لكن في السعوديه ما قلت كلام؟ والله السعوديه قلت فيها كلام كثير، لكن يعني السعمة ما نقدر نحفظها كثير، لكن كثير قلت فيها كثير. ولا حبة كده بس من عشان نقدر نميز؟ والله بقول من البلد سافرنا بين الاثنين. وجينا في جدة دخلنا الطائف في أمن وأمان رايقين. مشيت السوق لقيت شيء يعجب قبال مرة إبل. دي لابسين طرح ودي لابسين باللي. وجوا الأوضة لقيت حواب قوام ومتين. آذاني ورقت في اللي طالبني. من ذريك حرابها وضربت التمكين درقني الإله الما في له تني أخير نعمل حسابنا ونبقى زي خايفي الشتل البميح في النهر بموجين صمار المنقى وضوق العنب والتي يا سلام. محروس ديدبان حارسين وناس اثنين فوقهم واحدة نصل سعالك والشكوي لا بعرف ضيوف لا بقول هدول ماشين داري عجيمة زرقة ومالي شكليتين عقب ما كل نسه ونار ركوب الاجمال وتهول لفوق بلدا على جبال لا يوم متقاطعة لا جواب ولا اخبار كلنا خيم ونسنا حلاء ستة صباحا من صامح الشبوك دي رخلة ودي طلي ودي اجفار وكان لنا سد غرب شافوك بالاوال لا تحت كرحيك بدخل مرة بجبد السروال ريال الدولة كركر خش في حار قصة بسيطة من قبوها نحن جمال وصل الراجل المخلوق للمرار والحار قلت يا ربي تبقى العافية موجود النبط شغال قلت يا ربي يا جبار الكسور يا غوث الزمن ويا خلف الولاية يا منزل الامطار عود بيا فايده القى قبيلتي جابرين فوق نعيم ودلال من جوا البلد سافرنا بالاثنين وقلت يا جدودي ويا خلف الولايه معودين كاسبين دخلنا الطايف وفوق امن وامان رايقين مشيت السوق لقيت شيء مدحير وقبال مره ايه بالعين يا دوب نايسين واحد اللي الدروس ماشيين واحدين شايلين طرح واحد الرابطين بالليم جوا الاوضه لقيت هو قواف ومتين اذاني ورقت في السبيتال يقني من جريك حرابها وضربت التمكين درقني الاله الما في ليه تنين سماحك هادو خلقة ربي ما تفنين أخير نعمل حسابنا ونبقى زي خايفين الشتل البنح في النهر بين موجين صمار المنقى وضوب العنب والتين محروس ديدبان حاشن وناس اثنين فوقهم وحدا يلقف جلد لابس تاج ودبوتين وبرضو التاني شو مصلص آل والشكوين لا بعرف ضيوف لا بقول هدول ماشيين داري عجيمة زرقاء ومالي شكليتين الخلاني جايط بالبلد منفجر سمحا وشو كالبدر الشعاع انفجر الخلاني قوم وابعد واغني واسجر كم لله مبين عنده بالشرات قبل ما يهجر قام من ميزة تسأل قل له لي يوم خاسر بعشهم كره وشاف كلب القنيف الكاسر أكان المولى أول والظروف ما تعاسر بشوف ذا الكافي قاعد وفي جمالا جاسر آه
ولد البدور في البنك يخلي رصيد يخش المملكة العربية بالتأكيد. قال خلوني من الدية نمشي بعيد وعلى اليسرى منضوش من غيار العيد. عقب ما صوبي صار بحر البدر الضيلة وتويت فوق قرع طويل ضنقيلة. الدبابة تحمل الحار تشيل في الميلة. أم جابر القصيرونة ونهيفة وقليلة جودك نسبة من جدك وأبوك مهيلة. عشان عارف انك بتباهي الضيوف ما بخيلة كان حي فيها بجبع عليك رقبة كبيرة. بسم الله. نعم. السفر حق السعودية والسفر جوا السودان والترحال والانتقال من منطقة لمنطقة. انتوا بتسموه المزدار صح؟ ايوه. كراسي فيه بتذكر لنا حاجة زي دي؟ المزدار ده نحن عندنا الغنى. ايوه. تمثل على الصاروخ السلف ليه زمان حبرك ساقي إجاري شريف على الوردان دوار جقواي لي كسر العويش امثال عزاياته وقال انبط على الوردان خف جريدات العساية في الجيزان جوثو بالطيب بيتك مجمع الضيفان وين هو نزيل ياخذ الخطر ليه زمان وجد بأشياء ونسل بينا بالأكهوش طرامها كمان زم أبو بخيت قصدي سالم الأخوان لقيتهم طلوا ورجالة وعلى نسوان يا سلام ثوري ما عديت هنا اللي ألان تقيس تروش وجيمت أشي تبشقان قدت الفرق لقيت أحمد أبو السعادة النبي والرسول نتعشي الفن الله والله أنا تأخرت من عصرا كبير جيتها طلعت المغرب فوقها أحمد بشير بشهر الآذان يما تايتو وهجع ليلة حتى أتقى أبرد ليك شايفك بالعرق قبران ألا أريد العرب ومشانا من قدام الظل في الله نحن وياك نبايتو بمان قدات كتي كولا شي كان كولا حجر السجن برد حمة المضان الندرع المنسلة لها وريد فلتت مني من الضربة منها بعيد ترى ذكرته وجرحني عسى عسى غريب ديماتك محبر ودياتك تغاير فيه هم قفلات بعيدات ليك ولا ليل من قيل فيهن ان الناك لغد من جاوية دخلين ويزات العراجين الصقيل ساقين وبوت الله نحن وياهو كنر قدو فيهن. انت كمان قلت لنا انه بس البلد احسن من العربيه دي ذاتها. اي نحن عندنا كمان أها. يعني في 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 زمن ذاك لا العربيه هسه ما جات يعني زي حكايه التليفونات قربت الوطن خلاص هي جات يعني موديل جديد لكن نحن عندنا ما سهله تمام. نعم يلا زمان نعم النسوان الكبار نعم بيزين البل نعم وبلبسن هنا الحاجات حقات بيصنعوا من الجد. نعم بتذكرين شنو الحاجات ديل؟ والله بربطون في سرجة والمخلوفة قدي ايوه في داير اها
وفي يعني دايره بسوي لها ودع وبسوي لها جرس وبسوي لها سكسك هاي. وبعدين في ورق برضو يعني وبسوي له مناظر فوق ال فوق ال فوق الورق وبسوي له ودع وبربطوهم فوق الجمل زينة يعني زينة له البراق والشلايل وكذي. لا ده في جمل العطفة. هذا حق العطفة. ده أنا قصدي لك ده في جمل الركوب. جمل الركوب. السري. أيوة. إما الشلايل دي جمل العطفة ده فوق حاجة كثيرة. أول حاجة فوقها حاجة بقول لها بنابة مربوطة للجمل دي في راسها. وفوق حاجة بقول لها براق. وفوق حاجة بقول لها هدب. وفوق حاجه بقول لها شلايل. ما شاء الله. هسه الكلام ده موجود؟ ايوه موجود في 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 الرحل فيه. هسه فيه. تمام. في الرحل فيه. جميل. عمنا قسم الله. نعم. الكلام في قلبي سمح. نعم. وانت ذكرت انه قلت عندك ما شاء الله. نعم. جمل عزيز علي نفسك. انا ما عارف سميته قبل شوي اسم، لكن ده واحد ثاني. نعم. قلت لما تجي تركب فيه براو انت لك كده. كلمنا عن حكايه الجمل ده شنو؟ الجمل فنجري. الفنجري. هي فنجري عديد. كده كلمنا فوقه. انت قلت حكايته براو يعني ده ما شاء الله. هي فنجري. فنجري خلاص. كلمنا فيه شويه. بقول لا انت قلت عندك بيه وعلاقه خاصه كده. ايوه. لما تجي تركب. نعم. قبل ما ترفع رجلك دي. ايوه. هو بنوم لك شويه. ايوه بنوم بتكلي جالسه كده. اها. ايوه. ده هنا يعني معرفه بيك انت ولا مطاوعك؟ الجمل ده تكتيل مني انا. اها. وهو عليه كده يعني زي التأدب للبهيمه. في نحن هسه عندنا العرب في ناس بيطيعوا الجمال دي بعقل الجمل دي نوخه. اها. يرمي له الرسن ده قدامه ما بقوم ثاني. ما بيتدردق بالعداد كده ما بيتمرق. اها. علي كده البعير ده انا يعني نمسك الرسن كده نجيب ده به يتكي كده ياخد تكي كده. طيب. علي كده انا تمارست على الحاجه دي لقيتها حلوه لي ريحتني ومن جره هو بيجيني عليه كيفي. يا سلام. يعني انا قعدت بنشتغل به وهو قعد بيرخي لي. يا سلام. نعم. يعني في محبه كده بيناتكم سوا. ايوه. يا سلام. أيه. ما شاء الله ده كلام طيب. الجانب ثاني. نعم. في محبة البل دي ذات أو في الكلام فيهن. نعم. موضوع بيخص البل بشكل كبير جدا. نعم. البل. نعم. معروفات وسمحات. نعم. لكن في زي ما بقولوا الحين بتاعن والمصوع والجمل الهاي. يعني في حصلت بيناتكم كده يعني بينك وبين الجمال في صرحتك كلها انه مشكله بينك وبين الجمل؟ بيقولوا الجمل ما بخلي هنا حقه. الكلام ده صحيح؟ هو الجمل راجل هو عديل. اها. الجمل راجل. اها. الجمل سواء اذا كان يعني انت سائم مر بيت عندك تكل هو هاي بعمل معك اعصاب. اها. اذا كان يعني انت سارح مع امهاته في الوادي بقى معك اصابه. اما الزول سيده دي بمارسه. اول حاجه في جمال ما تدقه. طيب. اذا كان انت حبيت تدقه هو بخطها لك طوالي. بلقى ضريبتك بعضها. عضها عديل. وكان عرك بعركك فوق الوطا دي. اها. وكان راكب في جمال بخت لك عديل وكان لقيك راقد بخت لك خت للزول. يعني الصارحه مصارحه. خلاص مرق منك من المصارحة ولقيته برا من المصارحة زي الزول اللي بيقول له زول الله والرسول ما توصلني. الله والرسول ما توصلني. يا سلام. كده انت بتخلص نفسك منه. اي وبراك ما بي مزاج. اي لكن الجمل بدون مصارحة وعنده معارض مهما كان الجمل هي سوى في البل سوى في جملك تكل عيش وتكل يعني تسقي وتقوده يوم اللي هي هو يعمل معك خارم باري. ايوه. يا سلام. ده كلام طيب. نعم. زمان. نعم. او قبل شويه ذكرت انه المواصلات الوحيده زمان كانت البل بس. نعم. تتذكر لنا ابعد محل مشيته بجملك ده؟ والله اي حته. لا مشوارك انا بعيد خلاص. اي حته يعني
هي يعني بنشوها نمشيها بالجمل. اي حته فوق المناطق دي هي غير جمل ما بتمشي. اها اول حاجه اذا كان هاني الجمل ده نحن عندنا هاني الله يكرمك عندنا مواصله يعني اقرب حاجه له. الجمل يعني انت تخلي الجمل الا ما عندك. اول جمل دي عندك الا كان في طرف الحله بطن الحله دي، لكن اي مكان بعيد قريب انت بتركب الجمل. صحيح، لكن حضرتك انك تذكر لنا المنطقه تحديدا كده مشيتها ووقفت في الوادي ساي، نوختها، ولعت نارك، سويت لك شاي، وتاني قمت وصلت، يعني رحله زي دي تذكرها؟ والله رحله زي دي كثيره هي، لكن وفيه لكن ما بنقدر نستوعبها بالضبط. ما بتتذكرها؟ ايوه. يا سلام. ايوه. ده كلام طيب. في هو هذا السعزول بخطيره فوت قرب وفوت الصباح وما باكل وما بشرب. اها. لكن ما بنقدر نستوعبها لك بالضبط، واي حاجه فيها فيه. ايوه. هاي. طيب ونحن ماشيين للخواتيم عمنا قسم الله. نعم. عرفنا انه زمان. نعم. انت في الحفله. نعم. او يعني من العشاء. نعم. بتغني. نعم. لا من تشرق الشمس ما شاء الله. نعم. ما لا بتفتر ولا والغنى ساي بس بيجيك في راسك. نعم. كده كلمنا عن الفترة دي شوية. الفترة دي كان أنا كنت زمان الصبح في الستينات هاي والسبعينات مانع هاي والقلب ذاته تبارك الله ثابت وقوي ما شاء الله. أيوة. الصحة كويسة وخاصة إن طرب يوم الحفلة دي ويوم المناسبة دي ما من نوم. طب ما من نوم نهائيا. أصلنا شقالين غنى وهكذا هاي وناس ما من نوم، وإن الغنى دي حاجة عجيبة خلاص يعني اطلبوا لي من زول لزول. أها. ومن منزل الى منزل من دي لدي من دي لدي نغنوا كده نمن الشمطة زي طالع. ايوه. حتى نقوم. يا سلام. نعم. لا بتفتر ولا لا لا والله ولا الحلق بيبح. لا لا أو لا لا يعني كانت نحن ساكت كان قلت لك حبة ملح دي كتحتها خلاص تاني ما عندك مشكلة. تعالوا تمشي عادة. الصحة ذاتها تمام. يا سلام. تبارك الله. الله يبارك. الصحة كويسة. بنت الندرع اللي سل لها وريد فلتت مني من الضرب من سبعين ترى ذكرته وجرحني عسى تغريد ديماتك محبر ودياتك تغاير فيه انقفلات بعيدات ليك ولا ليل امن قيل وفيهن ان الناك لغت من جاوية دخلهن ويزات العراجين الصقيل ساقهن وبوت الله نحن وياهو كنر قدو فيهن بريدك رودة من آخر ضمير الفاكي النفس المكرر شايلك السنمات لو ناتين وما تقول لي يا باطل حياتي Thank you.
نجي لحاجة تانية. نعم. يعني زمان دفعتك يعني والناس اللي كانوا شباب زيك. نعم. وبتتجادعوا في الشعر. نعم. وبتقولوا وبتتباروا في الشعر، يعني تذكر لنا منه منه سواء كان في العرجان هنا أو في مناطق مجاورة. والله منتذكر أخويا ود عمي رحمه الله محمود ود إبراهيم. ربنا يرحمه إن شاء الله. أيوة. دي زميلي يبغني معايا طوالي. دي زميلي يبغني معاه من الجادة معاه طوالي. طيب. وفي غنوة بقول يعني. هاي نسمع. أترات الخلا يا الأخوان كلفها زيادة. وتتصور تصفي النية غير حسادة. بكان جوك جوك والكوكاب لعب كندابة. الخواف خلف الجر خلى حرابة والفارس توكل شوف بلاتة وضهابة. وتام بقول ما بكيفني فارس الصفقة اللي بهز فيها وبيسلب نفسه رافع زورة. وما بشويقني ني الفارس اللي بكور فوق دورة. بطرب قلبي بدوست الخلا محل الزول بموت بيزولة. هذاك بكان الشكر صيح والقلب تمم قولة لا حجاز ولا والي أم بقول يرتولة. يا سلام. فارس الصفقة اللي بهز فيها وبيسلم نفسه رافع زورة. وما بشود من الفارس البكور فوق دورة. يطرب قلبي بيدوسة الخلا بكان الزول بموت بزولة. هداك بكان الشخر صيح والقلب تمم قولة لا حجاز ولا واليوم يقول رسولة. فوق دور وما هو مشكر غلب حجاز وبارد بيقناي تتنتر. بعجبني الفوق دوست العدو للعقب بيتذكر. بعجبني البحمل زمرة الوكل البلح من التل شالت الغم وجهة عكر بكان يوك يوك في شحاية اللذيذ ما فكر. اي والله شاكر انه شكري عليك دوت ما بكمل طويل اشناب واسع بال علي عرس الرفيق متضمر. بكان العب ضرر تلب زت قشط قوي جامي الشمر تبن شم دمه ضم في غير متحمر. يما كريم عمنا قسم الله. نعم. نمشي واحدة واحدة. نعم. الإبداع ده. نعم. موجود في شمال كردفان وفي منطقة العرجان بشكل كبير. نعم. لكن دارين نذكر الغنى. نعم. في الفرسان وفي الشجاعة. نعم. وزمان كان في الهمبدة. الهمبدة نحن بناخدها كضرب من ضروب الإبداع بس. يعني شغل السرقة داك ما بنتكلم فيه، لكن يعني هي زمان هي فراسة وشهامة وكده. هي ما كده يعني هي 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 ما صحيحة، لكن كمان على حسب ال 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 يعني الأهد اللي قامت فوقه الناس زي بيفتخروا بها افتخار كده. أي. وبيعتجبوا بها اعتجاب كده. ورقة 150 وتمها تأهلا علي صاحبا حلوم بيدين. وتمها تأهل للشماشة من بطحين. وتمها تأهل للفوق الحيل الحايسين. وتمها تأهل لنا تقوم عين هبتين. يا ولد أمي سافر في الدول مابلي. ويا ولد أمي فضل بالحق السارحين. ويا ولد انجر الدرج ردت تحيل القاعدين. ويا ولد الراكب اليم غالب ونالبساك قرين. ما طال المال مكون قلب السارحين. أما نجبنا مالا نفرح القاعدين. أما قصيرة وأم درجا علينا سنين. يلا سنين مالا الفرح خاف النمو. آه
دكشن بدري خبرت عقام أصبح برا ظهرا بدري جبت ربط فقادر قضي لي يا بلا فركت السج شطيت للحقاب أخرت للشديد وشطيت للحقاب خايف ليه الهكر والمجرى الوطان من حلا بعد ما صرف القبيبات وداك الحجر لأن الله مشهد داخل عرف الليل يوم الملون تقشم بدري هبست عقال أصبح فار وظهرا مدري جبت ربطة غادر قلبي عندي مجال أخرت للشديد وشطيت للحجاب وخايف للهكر والدنقرية حار بعد ما صرف الجويزات وداك الحجر ليطار نشر الداخل عرف الليل يوم الحار أخوي الصميم واحد ناس عنده ضمان قبل السوق تأخر سنة واحد شوكة من سوق سكينة وقام بعد ما تكسر مشيحيدة من قدام جنبها يوكا نوخ قفاف الهدام قالوا للهليب فوق تكاجر العربان أبو روقة انت قشق به ودرع الطالبة من قدام قال له أصدر القيلة تباكر ولبسوا هزمام فوق نفريقة داير الليها استهمام لحظ الصوت شهق ونخم لي قدام فك الدك صاروخ بين هوايين وقام قال لي سيدي من بالله ان الرب خطان عين الساحر الشفقان ستة مغارب بدر الراحة كالحرجان بحر ازرق وبحر ابيض والدندر والحواتة وجميع ما كانوا ليخ والتصريد كادقلي بلد البرطن والعجمان بنفتش مناطقها عليها ضماء شاه فات فيها خطة خارج السودان التابو كفل بقوم التابو كفل ات البكر البكابسل بالمعال حتام ولا يتبو كفل البكابسل بالمعال حتام تسلم لي وتسلم للنخيلة والدوم فيها كان الدنيا فيها دوام شكرا جزيلا عمنا قسم الله والجبل الدار من منطقة العجان في شمال كردفان نعم. كتر خيرك ربنا يديك الصحة والعافية إن شاء الله ويخليك الجميع. لأهلك وأولادك الجميع والناس القاعدين هنا كلهم الجميع. شكرا لكلامك السمح الجميع. كتر خيرك أديك العافية الله يحييك إذا مشاهدي الأحباب في كل مكان بذا نصل وإياكم إلى ختام هذه المساحات الإبداعية من هنا من بادية كردفان وتحديدا منطقة العرجان بولاية شمال كردفان تحياتي مقرونة بتحايا فريق العمل كل سنة وانتم طيبين مزعل الخبارة شافت دلدنا باهن تفرقع دومه جبان سلمان وقع ماهن دي عبيه صدر الفرق يصحاق ماهن قرش محببتا والجبات جميع قصاهن الله ستات البعنان وضعر صلاهن كور وطشر الضال المواعيد جاهن